السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعيدكم مبارك سعيد. اليوم غندير معكم لبنة، يعني وصفة سهلة ممكن ديروها في الدار، خصوصا الناس اللي ما كتوفرش عندهم لبنة. غنحتاجوا مكون واحد اللي هو الحليب، وغندير منه هاد الأشكال، يعني أربع أشكال بنكهات مختلفة. تابعوا معايا الخطوات وإن شاء الله يعجبكم الفيديو. أول حاجة هنغلي الحليب، هنخليه توصل لدرجة الغليان، والحليب خاص يكون كامل الدسم. اللي يقدر يجيب الحليب بحال في المغرب حنا عندنا كنقولو حليب ديال العبار كيجي أحسن، اللي ملقاش يدير حليب الطازج أو المبستر عادي. اللي وصل لدرجة الغليان دابا غنخوي عليه العصير حامض، وكنديرو خل أو الحامض. نبقى نحرك حتى يولي داك الما شفاف، هاهو دابا كيولي اللون ديالو. انا درت هنا عصير ديال جوج حامضات كبار، غنطفي عليه وغنصفيه. نخدم بها وهي سخونه ماشي تتبرد، حيت ملي كتبرد كتجي مفروله، كتجي ماشي ناعمه بحال القشطه ولا بحال اللبنه، لا كتجي مفروله شويه. دابا صافي غنطفي عليها وغنصفيها. بسم الله. كيف ما قلت لكم خاصهم يكون باقي سخون، نجيبوا اي حاجه نطحنوا فيها، اللي ما عندوش بحال هذه تاع خلاط. انا نطحن هاد نص الكميه ومن بعد ندير نصلح. غندير معاها تقريبا معلقه صغيره ديال الزبده، قطعه صغيره ديال الزبده. ممكن اللي ما بغاش الزبده ممكن تضيفوا زيت زيتون. وحده غندير فيها الملح باش تولي بحال اللبنه، وحده غنخليها بحال القشطه بدون ملح. انا غنخليها بلا ملح ولات كلها كريميه. جربوا الطريقه اذا تعجبكم كتجي رائعه، وفي وقت بسيط ممكن توجدوا احسن قشطه او لبنه. دابا هذا داك النص اللي بقى هو غنضيف عليه زبده اقل من معلقه، وغندير لي رشه ديال الملح، كميه بسيطه ديال الملح بحال اللبن، لانه كيكون شويه فيه ملح. دابا غنطحنو بحال الاول. ممكن نضيفو من داك الماء اللي صفينا من الجبن. إلا احتاجيت أنا غدا كل ما كان الحليب من نوعية جيدة غدا تجي النتيجة رائعة. مجرد أنا نغلفها بهذا كلينغ فيلم وغندخلها تلال. صافي كيفما قلت لكم غندخلها التلاجة، ملي تبرد من بعد نرجع نوريكم كيفاش غنقدمها. انا جبت لبنه وقشطه لان هي اللي ما فيهاش اللي ما درتش فيها الملحه غنعتبرها بحال القشطه. مذاق رائع. عندي هنا اضافات، عندي هذا زعتر رحنا كنشريو بحال هكا جاهز، وعندي السمار، عندي هنا حبه البرك او الحبه السوداء، وزيت زيتون، وحده غادي نضيف عليها عسل. الوحده ديك اللي اللبنه درتها، ديك اللي مالحه درتها كور، وجزء درته من هنايا. احنا بعض المرات كنشريو بحال هكا اللبنه، كنشريوها كور وفيها حبه البرك بهاد الشكل، كي اللي كيكوروها كيحطوها في حبه البرك. اللي مالحه نحط لها زعتر، وهذه عندي لها رشه خفيفه من السماق. يعني انا وريتكم الطريقه وكل واحد يديرها بالشكل اللي بغى. ممكن ترشوا عليها بابريكا، صراحه كتجي زوينه وسهله، يعني ما محتاجاش ما فيها لا تعب لا والو. وكنقدموها فطور ولا مع العشاء، مع تقدم مع شاي خبز مع رغايف مع اي حاجه.
غندير هنا شويه زيت زيتون. غادي نحط عليها كميه بسيطه من العسل. من هذه كانت اقتراحات لبنة، ممكن تسميوها لبنة اللي ضفنا فيها شويه الملحه وضفنا فيها جوج معالق ديال الماء. الثانيه ما درتش لها ملحه، يعني ممكن ناكلوها على شكل حلو. كنتمنى تكون عجبتكم الفكره وطبقوها، خصوصا الناس اللي ما عندهمش ما كتكونش متوفره عندهم اللبنه. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم مني كل جديد، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم. مع السلامه.